إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الشهر الثاني بعد الولادة. تبدأ ردود فعل الطفل بالظهور خلال هذه الفترة، فيبدأ بالضحك مما يثلج قلب الأم كثيرا، ويبقى الطفل مستيقظا ساعات أطول وينام خلال الليل. ومن الطبيعي أن تزداد علاقة الطفل بأمه خلال هذه الفترة فيصبح أكثر تعلقا بها. في الشهر الثاني يحصل تعلق بين الطفل والأم أكثر من الشهر الأول. في الشهر الأول يكون يعني ابتداء الأم جالسة تتكيف على الوضع، وفي يعني طفل جديد أو شيء مثل كذا. أما في الشهر الثاني الأم تجاوزت هذا الحاجز وتكيفت وعلمت الألم الحقيقي في تربية هذا الطفل، والطفل أيضا اعتاد على أمه. إلى هنا انتهى الدرس. إن شاء الله راح نتكلم في شهر عن الشهر الثالث في الدرس القادم عن الأشياء البسيطة جدا والعامة في هذا الموضوع.